ترسم القوات المسلحة المكلفة بمعارك أرض حوران واقعا استراتيجيا جديدا لخارطة المعارك في الريف الغربي. هذا الواقع الذي فرضه الجيش بعد تثبيت نقاط تمركز ودعم وإمداد للقوات التي أعادت انتشارها في عمق ذلك الريف بعد إعادة السيطرة على التلال الاستراتيجية المحيطة ببلدة نواة. الإنجاز العسكري الجديد هو تحقيق الإمساك بطرق الإمداد التي يسلكها الإرهابيون القادمون من الحدود السورية الأردنية إلى محافظة القنيطرة 1300 مترا أو بما يقارب ذلك. أصبح الفصل بين أوكار الإرهابيين في بلدات اليادودة والمزيريب وخراب الشحم وبين وحدات الرماية والإسناد الناري التي تسعى لأن تحيط تلك المنطقة بشكل كامل بسور ناري كمرحلة أولى على طريق التقدم البري. إذن وبحسب سير المعارك يبدو أن هذا الإنجاز العسكري المهم يحمل نتائج مهمة للغاية، فإسقاط هذا المحور من خيارات الإرهابيين كخط اعتداء على المدنيين في الجهة الغربية للمدينة هو من النتائج المهمة في هذا الوقت، ولكن يبقى للنتيجة البعيدة المدى الأهمية الأكبر، فقطع الاتصال بين الحدود الأردنية والقنيطرة وتثبيت نقاط الصد التي تصبح بدورها نقاط تقدم عسكري على محور درعا اليادودة. سيفرض من ذلك بحكم اتساع الانتشار لوحدات الجيش وبحكم المناطق التي أصبحت في طريقها للسقوط عسكريا واقع سيحمل الانتصارات للجيش العربي السوري في درعا وريفها وبحسب توقيته الخاص. سيف الفرة، قناة سما الفضائية.